ودلوقتي معادنا مع فقره السبوره ونشوف طريقه اللعب لتغييرات اداء الاهلي امام القطن الكاميروني مع كريم سعيد. كريم، طبعا السبوره وعندك كلام كتير قوي النهارده على مباراه الاهلي والقطن والفوز بثلاثيه. تاني باكد ان طبعا كلنا متفقين ان كان اهم حاجه الثلاث نقط بصراحه، يعني اكيد الاداء ما كانش افضل حاجه والنتيجه اكيد تبقى خدعه لاي حد ما يكونش اتفرج على المباراه، وجمهور النادي الاهلي بيامل في اداء افضل من ده. ولكن يعني خلونا نتكلم عن بعض النقاط الكويسه الايجابيه اللي انا في وجهه نظري مهم جدا جدا في الوقت الحالي يا محمد، ان احنا نشحن اللعيبه ايجابيا بصراحه، خصوصا ان احنا رايحين لاهم مباراه في وجهه نظري في الوقت الحالي النادي الاهلي، وهي ليس مباراه المقاولين زي ما قلت في الفقره الاولى، ولكن هي مباراه سان داونز. مباراه الموسم. طبعا مباراه سان داونز هي ايه يعني عنق الزجاجه لمشوار الاهلي في افريقيا. زي ما قلنا عندك تو اوبشن، احلى اوبشن انك تكسب، الاوبشن الاقل منه انك تتعادل، اسوا اوبشن ما نتمنهوش ان انت ترجع بالهزيمه لا قدر الله من بيرلو. النهارده كولر لاعب القطن الكاميروني طبعا بضغط عالي، وطبعا اي حد فاجع القطن قدام الهلال قدام سان داونز عارف ان الفريق صغير في السن، زي ما قلنا اكبر لاعب عندهم يعني كابتن الفريق مواليد 97، فطبعا فريق يعني شاب فريق صغير في السن ضمش خبره، طبعا تحركاته حتى في الملعب عشوائيه للغايه، مش منظمين، عندهم مساحات فارغه. وبصراحه انا بشوف ان الهدف الاول اللي جابه محمد شريف قضى على المنافسه على التنافسيه في المباراه، ولعيبه الاهلي حسوا ان الموضوع ايه ده، الموضوع سهل. طيب. انا عايز اتكلم على حاجتين، تكتيك النهارده عامله مارسيل كولر في حته ان هو اعتمد على الجبهه اليسرى بشكل واضح جدا في الشوط الاول وفي نقطه تفريغ المساحات، هي ربما تكون طريقه كلاسيكيه الاهلي، يعني احنا دايما بنحب الاهلي يا محمد يلعب من العمق يلعب على الارض، انا بحب على المستوى الشخصي ده، لكن هي في الاخر فكره نجح منها نادي الاهلي ان هو يخترق دفاعات وجاب منها كذا مره، جاب منها هدفين، جاب منهم الهدفين الاول والثاني. ببساطه كانت الفكره في حته ايه، ان هو حط طاهر لاول مره بنشوف كولر بيفتح يعني المساحه وبيعمل ستريتش للعب لغايه لما يحط الجناح بتاعه على الخط، وكان واضح جدا 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 ان طاهر محمد طاهر استلامه للكوره مش من الداخل، استلامه من خارج الملعب بالظبط، بيستلم عند خط الملعب. وببساطه طبعا احنا عارفين وانس ان الجناح استلم ده كان على طول علي معلول بيعمل الاوفرلاب في المساحه اللي ما بين الفول باك بتاع نادي القطن الكاميروني والمساك عشان يقدر ياخد المساحه دي كلها لنفسه ويقدر يخترق. والنادي فعلا بصراحه الحته دي استحوذ عليها تماما 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 طول الشوط الاول، ونجح ان هو يجيب منها هدفين. الاول طبعا لما طاهر محمد طاهر استغل ان طبعا هنا الفول باك لما بيلاقي علي معلول عامل الزياده العدديه وعامل اوفر لابنج لازم هو يبدا يغطي عليه، فطبعا هو يبقى عنده خيارين، لمسك طاهر لمسك هنا، خصوصا كمان سرعات القطن يا محمد تدهمش المساحه ان هم يقدروا يقفلوا المساحات قدام لعيبه النادي الاهلي الافضل في المهارات الفرديه منهم، وبالتالي طاهر كان واخد المسافه دي وبيجري بالكوره لغايه هنا اهو. وطبعا اللعبه الشهيره لوانس ان انت وصلت الحته دي رجع الكوره باص لبره للخلف الباك باس عشان اي حد جاي من ورا بيبقى مساحته ورؤيته للمرمى افضل بكتير، فاتعملت كذا مره شفنا كتير قوي 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 ان الاهلي فعلا قدر من خلال الطريقه دي طيب. يجيب هدفين. الجزئيه دي هل تحرك تاو مع محمد هاني ما ادتلوش المساحه ان يعمل نفس الواجبات اللي قام بيها معلول مع طاهر؟ اعتقد واجبات تاو تمام، انا ما شفتش بيرسي تاو بيستلم الكوره من على الخط كتير، بيرسي تاو كان دوره ان هو بيخش ليه عمق الملعب لمساعده القندوسي، القندوسي النهارده كان عنده واضح جدا جدا ان كان كولر مديله فري رول واضح، انت صانع اللعب انزل يعني ما عندكش حته محدده تلعب فيها، شفنا قندوسي في اوقات كتيره بيبقى ثالث في خط الوسط، شفنا بيبقى بلاي ميكر، شفنا ساعات بيتطرف، وحتى تفتكر ايام فوق ستيف كان برده عنده نفس الحريه، بس حلاوه قندوسي النهارده الرؤيه بتاعته كويسه جدا وبيبص كويس وعامل سكاننج للملعب بشكل كويس، شفناه كمان قراره سريع، يعني انا باخد الكوره بفكر وشيء مهم اللمسه، قندوسي لمسته جماعيه، شفت قريت اللي عنده جماعيه مش لمسته بس، لمسته جماعيه، يعني هو اول حل بالنسبه له الحل الجماعي مش الحل الفردي، انا ما بفكرش في ان انا هعمل ايه لنفسي، لا انا اول حاجه عندي الحل الجماعي اتقفل اروح للحل الفردي، البعض بيروح للحل الفردي قبل ما بيروح للحل الجماعي، فهي دي ميزه القانون، واتمنى ان هو يستمر عليها. هو لسه طبعا احنا
اكيد قندوسي يعني ما قالوش لسه مع النادي الاهلي ما كملناش حتى شهر لسه يعني لسه ما فيش يعني. فاحنا عايزين برضو نبقى يواش يواش عليه يعني, مش عايزين يعني ايه نحمله مسؤوليه اكبر اكيد اكبر منه, بس هو لغايه دلوقتي مش بشكل مميز وعامل علاقه كويسه مع الجماهير اللي هيعمل. بص يا محمد تكون صراحه مع بعض, الجمهور في الوقت الحالي في وجهه نظري هيفتح لينك مع اي لاعب يلعب للفريق يلعب جماعي. اي حد هيلعب جماعي واي حد هيدي الفريق جهد وهيدي عرق وهيدي مجهود وهيدي افكار للمجموعه ده اللي هيكسب, اللي هيكسب حب الجماهير حتى لو غلط, وهيتحط له اعذار وهتتحط له مبررات وكل حاجه تتحط له زي علي معلول كده النهارده. اكيد علي معلول وصل لدرجه مع جمهور النادي الاهلي ثقة. ليه؟ لان انت حاسس ان هو فعلا فعلا بيوظف الحل الجماعي قبل الحل الفردي. العكس تخسر, حتى لو انت قررت نفسك حاسس انك ممكن تجيب جون يفرح الجمهور, لكن اعمل حساب ان بكل امانه في الرياضه عامه الحل الفردي بيخسر عن الحل الجماعي. طب تقييمك لشادي حسين في الوقت اللي نزل فيه مكان محمد شريف؟ احنا قلنا شادي مجتهد للغايه, وشادي برضو احنا بنتكلم من نوعيه المهاجمين الكلاسيكيين, وشادي هو ربما يعني بيكون يعني بدايته كان جاي في وسط ضغط ان اي حد فوق نظري جاي بعد مروان محسن عنده مشكله ان هو عايز يثبت ان انا مش يعني مش نفس النوعيه, وخصوصا كمان ان محمد شريف بعد ما عمل كام موسم كويسين جه حس بهبوط في الاداء, فبقت الناس تقول ان راس حرب النادي الاهلي لسه ما عندناش راس الحربه اللي احنا نثق فيه 100%. شادي حسين حاول عمل مجهود كويس جدا داخل منطقه الجزاء ومجتهد وبيحاول ان هو على قد ما يقدر يعني يفيد الفريق, بس ستيل لسه انا في وجهه نظري هو محتاج يبقى متواكب مع اداء الفريق اللي احنا برضو ستيل بكل امانه خلينا نتكلم بصراحه ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا لدرجه عاليه فيه. احنا ما زلنا لغايه النهارده حلولنا يعني بتفتقد حاجات كتيره, ماشيين بشكل كويس, وتاني الفوز مهم, بس شادي حسين طبعا مهم مهم جدا, والهدف الثالث حلو يعني. بقول لك ايه حلاوه الهدف الثالث ان هو جماعي. شفت جمله في اكثر من لمسه وجمله, في جمله اتعملت حلوه, وازاي النهارده فرضنا مساحه ورفض خليل لعيب ناشئ طلع نفسه بره الرقابه الدفاعيه وحط الكره بسهوله. فكل الحاجات دي يا محمد انا في وجهه نظري ما زال لسه لعيب النادي الاهلي محتاجين مباريات ومحتاجين في وجهه نظري تثبيت تشكيل. انت فاهم طبعا بيخلي الاداء يعني يتحسن في استمراريه. لكن احنا كل مباراه هنغير 3 او 4 لعيبه. احنا دايما بنقول الفرق الكبيره بتغير في يعني في فتره البيك بتاع الموسم لازم تغير في مركز او 2, تغير في 3 او 4 وساعات 5 وساعات 6. هو راجل معذور, انت عندك ماتش المقاولين الجاي هيضطر برضه يغير في 5-6 ونص. بص معلش كده بقول لك في الاخر في الوقت الحالي كان مهم جدا تحقيق اول انتصار في دور المجموعات, احنا لغايه النهارده ما كسبناش صح, فده كان شيء مهم ومحتاجين الروح دي نروح بيها بريتوريا باذن الله. ماتش بريتوريا انت هتلاعب, احنا شفنا حريفه الكوره في افريقيا حاليا بصراحه يعني منافس كمان. سؤال اخير إجابة سريعة عشان وقتنا يا كريم. الجزئية اللي دفع فيها كولر بمجموعة من الناشئين, أولا نزل أحمد نبيل كوكا, نزل محمد أشرف, نزل كمان رأفت خليل, تكلم 3 تغييرات من الخمس تغييرات الأهم فيها إن هم لعيبة كلهم تحت السن. طبعا شيء جيد أنت تديهم خبرة وما تحطش عليهم ضغط, مش لازم اللعيبة الشباب دول ينزلوا وقت ما النادي الأهلي بيبحث عن انتصار, بيبقى وقت صعب جدا جدا نفسيا وضغط عصبي شديد جدا. كنت أتمنى بس بصراحة برضه أشوف برونو سافيو, يعني برونو سافيو إحنا شفناه على دكة البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب, كنت أتمنى أشوفه في الملعب, بس أكيد طبعا كولر عنده. كولر قال جملة مهمة قوي في المؤتمر, قال لك أنا كنت بكمل القايمة عشان الغيابات كتير. أوكي بص في الآخر إن هو حتى هو في الآخر كنت متفق على شيء, كولر هو 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 حر يعني هو في الآخر هو حر في اختيار من يمثل الفريق سواء كأساسي أو كبديل, ده أمر لا خلاف عليه, وطبيعي ان هو النهارده انتصر 3-0 مهما تقعد تتكلم يقول لك انا منتصر يعني صحيح موضوع منتهي. وفي بكل امانه الوقت الحالي احنا مش محتاجين ديبيت كتير, احنا محتاجين ان احنا نبوش السفينه لقدام عشان ماتش تاني يوم السبت بتاع بريتوريا. كريم انا بشكرك, ميرسي يا محمد, وبالتوفيق يا رب للاهلي, وان شاء الله نلتقي بقى مع موقعات بريتوريا باذن الله. شكرا لحضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده, وحلقه النهارده كانت شامله ووافيه بخصوص مباراه الاهلي والقطن الكاميروني, وان شاء الله باذن الله تكون 4 نقاط في البدايه قبل موقعات بريتوريا بعد اسبوع, وان شاء الله هتكون انطلاقه قويه من جنوب افريقيا. الى اللقاء.